برغم انها ما اشتغلتش مع فاتن حمامه، وبرغم ان حتى لما كانت مساعده مخرج ما كانتش في اي لوكيشن لفاتن حمامه، لكن وجود فاتن حمامه معاها كان ليه اكتر من مره. مش عارفين ليه، يعني لما فاتن حمامه اتكلمها مرتين عن ذات وسجن النساء، وكلمها في التليفون تحييها عن نجاحها وعن شغلها المختلف، والنهارده تاخد تكريم جايزه فاتن حمامه. فاعتقد في حاجه بين المخرجه المبدعه كامله ابو ذكري وفاتن حمامه. يعني بحييك وبقولك الف مبروك، وتستحق كل التكريمات وكل النجاح يا كامله. ميرسي يا بوسي، الله يبارك فيكي، وانا سعيده ان انا معاكي كالعاده. انت حبيبه قلبي، وانا طبعا متشرفه باسم فاتن حمامه على جايزه، اهم جايزه اخدتها في حياتي، يعني لان في النهايه الجايزه دي جايزه ليا انا شخصيا، لان كل الجوائز قبل كده هي جايزة للعمل طبعا بتبقى ليا انا كمان. لكن الجايزة دي اهم حاجة واهم جايزة واهم احساس. استاذة فاتن حمامة رمز كبير لتاريخ طويل للفن وللإنسانية وللاحترام، أكيد للحاجة اللي أنت فعلا تفتخري. أنه أنا بفتخر أن الست دي من بلدي ومن مهنتي، وهي وغيرها طبعا اللي كانوا سبب في حبي للسينما، يعني الجيل ده تحديدا. وأنا اتشرفت أنها تكلمني مرتين، أن أنا أسمع صوتها مرتين، بس للأسف في المرتين اللي هي كلمتني فيهم أنا من كتر الخضة والرهبة أن أنا سمع صوت فاتن حمام على التليفون، حصل لي صمت، ما رديتيش على اي حاجه، مش عارفه اتكلم، مش عارفه ارد، مش عارفه، عايزه بس صوتها يدخل جوه ودني، او ان انا ابقى سمع انه فاتن حمامه بتكلمني. فكان نفسي اقول لها كلام كتير قوي، كان نفسي اقول لها بنحبك يا رمز كبير لحاجات كتير، انت قدمتي للست وقدمتي للبلد وقدمتي لينا، وتعبتي وفضلتي لغايه اخر لحظه مهتمه، حتى لو مش بتشتغلي، حتى مهتمه انك تتفرجي وانك تتعبي نفسك طبعا. وتكلمي مخرجه ما تعرفهاش خالص، بس مجرد انك انت في حاجه حبيتيها وعجبتي بيها فكلمتيها، فكان شرف ليا ان انا اكلمها، ويعني الله يرحمها ويا رب تكون مبسوطه في المكان اللي هي فيه. اكيد ان شاء الله. لما كلمتك جالك حاله صمت وما انتيش قادره تعبري عن مشاعرك وعن كل الكلمات الحب اللي ممكن تقوليها لفاتن حمامه، ولما يجيلك تليفون من مهرجان القاهره انك بتاخدي جايزة، دي من أهم الجوائز في المنطقة العربية، جايزة فاتن حمامة لمهرجان من أهم المحافل السينما في المنطقة العربية مهرجان القاهرة، في دورة يرأسها فنان كبير زي حسين فهمي. كان الشعور التاني بقى هنا، كان صمت، كان دموع، كان فرح، كان رد، يعني خلاص بقى هنا نقدر نرد بقى. هو كان عياط الصراحة، عياط. يعني هو جالي في وقت أنا يمكن كنت في حالة شوية سلبية، شوية عندي حالة كده إحباط، وإحباط مش عارفة ليه، يعني كنت حاسة بإحباط وتعب واستسلام، استسلام بقى انه كفاية كده. فالحقيقة أمير رمسيس مخرج وزميلي ومدير المهرجان، أما هو كلمني قعدت أعيط، يعني حسيت انه ده رسالة كده، ان انا لسه العمر قدامك، خليكي قوية، اللي بيحب حاجة بيتعب فيها. وبعديها كلمت أستاذ حسين فهمي، شكرته، لأنه يعني أنا الجايزة عليها اسم الأستاذ حسين فهمي، فأنا متشرفة باسمه اللي موجود عليها، لأنه أستاذ حسين حاجة الواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه، يعني بصي التتويج حلو قوي، يعني انا متشرفه قوي بان انا ان استاذ حسين فهمي هو كمان يبقى هو اللي كان متحمس للجائزه قوي، هو واكيد واللي معايا طبعا، اكيد. وهو قال انا لما عرضت الاسمين على اللجنه العليا للمهرجان، في لجنه عليا للمهرجان عرض اسمك واسم البليبه، دول اللي هيتكرموا السنه دي بالاجماع،
كانت الموافقة. الحمد لله. فأنا يعني مش عارفة أشكر مين ولا مين، ومش عارفة أكون ممتنة لمين ولا مين، لأنه الواحد نتاج ناس كتير وقفت جنبه وتعلم منها من غير ما هي حتى تشعر. أنا كان حظي أن أنا اشتغلت مع جيل جميل قوي. يعني أنا اشتغلت مع أستاذ محمود عبد العزيز، أستاذ عادل إمام، أستاذ أحمد زكي، أستاذ نور الشريف، أستاذ محمود حميدة، أستاذ فاروق الفيشاوي، أستاذ عاطف الطيب، أستاذ رضوان الكاشف، أستاذ نادر جلال، أستاذ محمد خان، أستاذ أسامة فوزي. دول عالم عالم السينما الحقيقية. فأنا يعني بعتبر أن أنا محظوظة قوي أن أنا الناس دي أنا كنت صاحبتهم، كنت واقفة معاهم، كنت بشتغل معاهم، وشفتي ليه بتنجح وبشوفهم كل يوم. وممكن نتخانق كمان مع بعض. أيوة. يعني ممكن حد يقول لي كلمة فأقول له كلمة. يعني أنا الناس دي كانت الناس دي خيرها عليا، وهم علموني حتى من غير ما يحسوا. يعني حتى من غير ما يشعروا ان هم علموني حاجات كتير. انا اتعلمت من الناس دي حاجات كتير قوي، وبحبهم ووحشوني قوي. يعني انا بشوف عشرتي اتعلمتي من الناس دي وعشتي معاهم واخدتي الموضوع، مش جيتي من بره على طول مخرجه، وعشتي جو زمن الفن الجميل ده اللي مخلي افلام كامله برغم انها قليله ولكن ليها تقلها زي افلام زمن الفن الجميل. والله انا عشان اتعلمت من الناس دي الحقيقه. أيوة. انه يعني دلوقتي يعني مثلا انا ما كنت صغيره عندي 16 17 18 كان في مجال سينمائي كبير. اداني الفرصه ان انا اقف في لوكيشن السينما الحقيقي اللي يخليني اتعلم الاتقان والفن الحقيقي. للاسف دلوقتي بسبب قله الافلام وانه العالم كله بقى من خلال المسلسلات او الاعلانات. ففي ناس ما مش قادره للاسف مش قادره تاخد حظها، مش قادره تاخد حظ اللي انا خدته اللي انا بعتبر نفسي عشان كده محظوظه، لانه السينما وقفتك في اللوكيشن وعاطف الطيب هو المخرج ونور الشريف هو البطل واللي كاتب الروايه القصه هو وحيد حامد، ومدير التصوير هو استاذ طارق المساني، والمونتير هو استاذ عادل منير، ومهندس الديكور هو الدكتور صلاح مرعي. لو بتتمطعي فن وسينما تسمعي كده وتشوفي كده ده حاله. دي حاجه اختفت للاسف. يعني انا شفت ده بس دلوقتي مش موجود. مش موجود. لا الـ الـ الحاله السينمائيه والحب المرعب للفن، مش للفلوس. أي طبعاً. ولا للشهره طبعاً. ولا لللايكات على الانستجرام او على الفيسبوك ولا ترندات. دول بيدوروا للسينما. هو حب الفن اكيد الحقيقي الصادق. فانا اتعلمت من الناس دي. فانا بعتبر نفسي محظوظه ان انا شفتهم وتعلمت منهم. اتعلمتي من جيل مهم وكنت محظوظه، عملتي مسلسلات مهمه وليها بصمه، لسه واخده الجائزه الذهبيه في مهرجان الاذاعه والتلفزيون، وجائزه احسن مخرجه في مهرجان الدراما اللي طبعا لجنه التحكيم كلهم عمالقه السينما، وقلتي انا محبطه والجائزه دي جت طبطبت على قلبي. ايه اللي ممكن يحبط كاملة ابو ذكري وهي بيحتويها كل النجاح ده؟ يعني واحده تحبط ان هي مش لاقيه عمل تقدمه، او ان محدش فاهم فنها، او بتعمل افلام محدش بيشوفها، او مسلسلات محدش بيشوفها، او عملت عمل وما خدتش عنه جايزه. ايه اللي ممكن يحبطك؟ والله انا الاحباط جالي من العالم اللي انا بقول لك عليه ده، اللي انا اتربيت وسطيه، حسيت انه بيختفي تماما. يعني مختفي تماما. المناخ بتاع الضغط اللي ليه علاقة بمسلسلات رمضان، والضغط العصبي المرعب اللي على صحتك وعلى أعصابك وعلى الجودة نفسها، حسيت ان انا تعبت. يعني حسيت فترة كده انا حاسة حسيتي إن أنا بمهانة 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 المهنة بمهانة قوي بمهانة بمهانة زيادة عن اللزوم. يعني فكنت حاسة انه كفاية كفاية مهانة. أنا مش قادرة على أنا أحب الفن وأشتغل زي بس في حاجات غير أدمية. يعني في حاجات غير أدمية ما مش قادرة أقف على رجلي 40 ساعة صحية. خلاص عايزة أشتغل بشكل أدمي. فأنا في الوقت ده
حسيت بإحباط شوية، أو مش بإحباط من الفن، إحباط من المناخ اللي بقينا فيه. يعني محتاجة المناخ الصحي للفن بالضبط. إن أنا يبقى السيناريو يبقى مضطرة إن أنا أبقى بشتغل بصور وبمنتج وبشتغل مع الكاتب على الحلقات الأخيرة، وبعمل لها وبعمل معاينات ليها وبعمل كاستنج وبعرض الحلقة. ف ده شيء مش أدمي لصناعة فن جيد. وعشان أحاول على قد ما أقدر أبقى محافظة على ضميري، ده بيجي على 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 أعصابي وعلى صحتي قوي الصراحة، وعلى حتى حياتي الطبيعية. ويمكن أنا أثر فيا إن بنتي كانت حامل وكانت بتولد وإحنا في لبنان، وإن أنا جريت الحمد لله قدرت أحضر معها الولادة يعني. فالمشقة دي حسيت إن أنا تعبت يعني. بس الجائزة خلتني نسيتي كل حاجة، نسيت. بس ده مش معناه إن أنا عايزة برضو أتهان تاني بالشكل ده.